تحت رعاية السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، عقدت جمعية الاجتماعيين البحرينية ورشة عمل بعنوان حماية الأطفال من الإيذاء في دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة عدد من الجمعيات المتخصصة في حماية الأطفال. ملتقى سنوي يقام في البحرين يجمع المختصين بالشأن الاجتماعي، يناقشون، يبحثون ويتبادلون الأفكار ويطرحون المقترحات لمواجهة المشاكل التي تعاني منها مجتمعاتنا الخليجية. وفي هذا العام انطلقت أعمال ورشة العمل تحت عنوان حماية الأطفال من الإيذاء في دول مجلس التعاون الخليجي، لتبحث كافة السبل لمواجهة انتشار هذه الظاهرة. دور وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة اللي هي اليوتيوب، هذه كل هذه دورها في استفحال الظاهرة أو الحد من هذه الظاهرة. احنا بنبين دورها كيف تنتشر الظاهرة، وفي نفس الوقت بنبين احنا كيف نستخدم هذه الوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة في الحد من هذه الظاهرة. ثم سنعرج للجانب المهم وهو التشريعات والقوانين اللي ممكن تسهم في، ما بنقول القضاء على هذه الظاهرة، تسهم على الأقل في الإقلال منها، في الحد من انتشارها. لأن يعني التشريع في هالناحية مهم، لأن نحن أمام ظاهرة ليست هي فقط نفسية أو اجتماعية، هي ظاهرة فيها شيء جنائي. لأن لما يؤذى الطفل جسميا أو نفسيا فبالتالي هذا نوع من الجنحة، نوع من الجناية، فبالتالي لابد التشريع يكون له دور. خبراء الخليج في الشأن الاجتماعي سيطرحون على مدار يومين أفكارا متنوعة من شأنها أن تساهم في مواجهة هذه الظاهرة. نحن اليوم في حفل افتتاح ورشة العمل التدريبية وهي بعنوان حماية الأطفال من الإيذاء في دول مجلس التعاون. المختصين الحضور والسادة أصحاب الأوراق العلمية راح يطرحون لنا موضوع جدا مهم، وهو سبل وقاية الأطفال من وحمايتهم من الإيذاء بشتى أنواعه. وايد مهم أن نخرج من هذه الورش بآليات واضحة لكيفية يعني علاج هذه الظاهرة أو التقليل منها إن كانت موجودة كأرقام وإحصائيات. فنعتقد لما نجتمع في مملكة البحرين أو في الكويت أو في الإمارات أو في أي دولة خليجية ونتباحث هذه القضايا الاجتماعية، أعتقد تحطنا أمام يعني مؤشر واضح إن نحن وين من هذه المشكلة أو من هذه الظاهرة. فمثل هذه الورش بالتأكيد إحنا كمشاركين أو كمدربين بنطلع على أوراق عمل، بنطلع على تجارب، بنطلع على أرقام، بنطلع على حقيقة هذه المشكلة إن كانت موجودة. مجموعة من القوانين والتشريعات طالب بها المشاركون خلال الورشة تمحورت حول فكرة ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال، ليكون لهم دور في توفير الرعاية اللازمة له ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه به. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.